على شاشتنا الغد. سيد عدنان أبو حسن معي على الهواء الآن، ما الذي دار في مقراتكم في تلك اللحظات يا سيدي؟ نعم، يعني منذ الأمس وبعد بدء العمليات العسكرية عشرات الألوف أو عشرات الآلاف من الفلسطينيين تركوا منازلهم وتوجهوا إلى مقرات الأونروا. بالأمس كان لدينا 20,000 تقريبا، 20,000 فلسطيني توجهوا إلى 44 مدرسة. هذا الرقم في إحصائية ستصدر يعني أعتقد بعد ساعة من الآن، أنا لا أتحدث بالضبط، ولكن قد يتضاعف هذا الرقم. وعدد المدارس أيضا التي لجأ إليها الفلسطينيون يزداد مع استمرار العمليات العسكرية وتصاعدها. هذا يعني مزيد من النازحين إلى مدارس الأونروا. هناك من هذه المدارس حوالي 56 مدرسة نحن أعددناها مسبقا نتيجة تجارب غزة الفريدة من نوعها، دعنا نقول كذلك، حروب متواصلة. الناس لجأت إلى هذه المدارس عدة مرات. اليوم أنا كنت في بعض هذه المدارس، وجدت نفس الوجوه، نفس الأشخاص موجودة في هذه المدارس، بالذات من منطقة شمال قطاع غزة ومنطقة الجنوب أيضا والحدود الشرقية لقطاع غزة. المدارس طبعا أو الملاجئ الآن نسميها في كافة أنحاء قطاع غزة، ويتوقع كما قلت بمزيد من التصعيد مع الوقت أن تزداد هذه الأعداد. تعلم يا سيد عدنان أنه مع استمرار عمليات القصف يزداد عدد النازحين، إلى أي درجة تستطيعون استيعاب هذا الكم من النازحين من تلك المنطقة؟ طبعا الدرجة محدودة في ظل أوضاع الأونروا أيضا المالية وتراجع العجز المالي، واليوم نحن بحاجة إلى تمويل جديد أيضا. وكنا نتحدث فقط قبل أسبوع بأن الأونروا ليس لديها تمويل لشهري نوفمبر وديسمبر القادم، ولكن أنا أعتقد إنه القدرة الاستيعابية للمدارس محدودة. نحن لا نستطيع أن نحدد عدد من يريد أن يدخل إلى هذه المدارس. نحن وصلنا في أعتقد في 2014 إلى حوالي 290,000 نازح إلى مدارس الأونروا. نأمل ألا يتكرر طبعا ذلك، ولكن القدرة هي قدرة محدودة. كان لدينا 56 ملجأ أو شلتر، لك أن تتخيل يعني عندما تضع في كل مدرسة 3,000 شخص أو 2,000 تصبح القدرة محدودة بالنسبة طبعاً لعمليات طبعاً النزوح المتوقعة في حال يعني استمرار العمليات، وبالذات أن هناك رسائل أنا رأيتها بدأ الجيش الإسرائيلي يرسلها إلى سكان المناطق الشرقية والشمال يطالبهم بالمغادرة، بالذات بعد حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالأمس. وحضرتك معي على الهواء سيد عدنان، ربما مراسلة الغد أفادتنا بأن طائرات الاحتلال قصفت السوق المركزي في بيت حانون ودمرت هذه الطائرات عددا من المحلات التجارية هناك، ونحن رأيناها على الهواء مباشرة سلسلة وكأنه حزام ناري في منطقة بيت حانون يدمر العديد من المواقع والنقاط. لكن أنا لدي تخوف شديد صراحة يا سيد عدنان، هل يمكن أنه الاحتلال الإسرائيلي يعتبر مقرات الأونروا هدف مشروع له، وحتى لو قيل بعدها أنه عن طريق الخطأ تم هذا القصف، أو ربما يعني الأمر لن يصل إلى هذه الدرجة؟ لا قدر الله. طبعا والله يشوف قبل ذلك للأسف الشديد أنه في بعض مدارس الأونروا تم استهدافها في حروب سابقة، وهناك قتل أشخاص في داخل هذه المدارس. يعني الناس تعتقد وهم محقين بذلك أنه هذه المقرات الأمم المتحدة ترفع عليها أعلام الأمم المتحدة، إحداثيات هذه المقرات لدى الجانب الإسرائيلي ويتم تحديثها، ولكن
غزة وطبيعة غزة. يعني غزة تتحدث عن 2,350,000 فلسطيني، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين، يسكنون في 360 كيلومتر مربع. لو خصمت الماء أو يعني المناطق الحدودية والمناطق الممنوع الدخول إليها، يبقى 250 كيلومتر تقريبا أو أقل من مساحة قطاع غزة، هي الأعلى كثافة على وجه الأرض. أنت في غزة لو ألقيت حجرا على الناس ستقتل وتجرح، فما بالك بطائرات وقصف ومسيرات يعني غزة. لذلك إصابة المدارس، يعني حتى الآن لدينا مدارس أصيبت فعلا بأضرار. وسنتحدث اليوم بطريقة أكثر تفصيلا في التقرير القادم عن هذه المدارس ومؤسسات أخرى. لماذا؟ نحن لدينا مئات المنشآت، لدينا 280 مدرسة فقط في قطاع غزة، بها 300,000 طالب. المدارس الأونروا موجودة في داخل المخيمات، حول المخيمات، في كل مكان في قطاع غزة. لذلك أي استهداف لأي مكان، لأي عمارة، لأي بيت، يعني في النهاية ستجد حول هذا المكان مؤسسة من مؤسسات الأونروا. أنا سيد عدنان، طبعا حضرتك تعلم أنه الكابينت الإسرائيلي صادق، خلاص يعني صادق رسميا على بدء الحرب على غزة، والرافض الآخر أو النقطة المتزامنة أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت أن عدد القتلى وصل إلى 600 قتيل، يعني جنود الإسرائيليين جنون الإسرائيليين في تلك اللحظات. هذا ما أخشى منه وأخاف منه، أنه يتم استهداف مدارس الأونروا، لأن بها عدد يعني كبير من النازحين أو من الفلسطينيين. يعني العبرة ليس بنزوح، هو العبرة أنه فلسطيني بنهاية المطاف. يعني شوف سيدي الفاضل، أنا أعتقد ونحن تحدثنا في هذا الموضوع عشرات المرات، حتى الإعلام العبري والإعلام الإسرائيلي، وقلنا لهم أنه إذا لم تحل مشكلة غزة حلا جذريا، وأن يعطى هؤلاء الناس فرصة للحياة، وأن يصبحوا كما كل مكان، حرية السفر، حرية التنقل، التصدير، حرية الحلم لأهل غزة، الحق في أن يحلموا بقية الناس. ولكن في غزة ماذا يعني أن تملك مليون دولار أو تملك دولار؟ هو نفس الشيء، المياه الملوثة، الكهرباء غير موجودة، لا تستطيع السفر، و 80% من سكان قطاع غزة لم يغادروا غزة، هم لا يعرفون أن هناك عالم خارج غزة. لذلك تراكم الطاقة السلبية في داخل سكان قطاع غزة، طاقة سلبية مدمرة، ويجب، وقلنا وحذرنا من هذا الموضوع الكثير من المرات، عندما تصل نسبة البطالة إلى 50%، يكون لدينا بالأونر وحوالي 285,000 طلب بطالة، لا عمل في غزة، القطاع الخاص مدمر، لا مياه، لا كهرباء، لا طاقة، لا فرص، لا حياة. وأنتم رأيتم العديد في كل عملية غرق تحدث للمهاجرين في العالم أو المهاجرين في منطقة المتوسط، يكون بها أناس من غزة. يعني هذه يعني دلالة على الأوضاع يعني أشبه بالجحيم في قطاع غزة. لذلك يجب أن يكون الحل لغزة بجانب الحل الإنساني وحل سياسي أيضا الانقسام الفلسطيني. بصراحة حرم غزة من التنمية، لأن يعني عدم وجود غزة ضمن منظومة التنمية للسلطة الفلسطينية أيضا أثر على هذا السجن الكبير بصراحة. ولك أن تتخيل أيضا سلوك السجناء، يعني عندما يكون لديك سجن ناس كان عمرهم يعني 5 أو 7 سنوات عندما بدأ الانقسام الفلسطيني، الآن هو عمره 20 سنة، وهو لا يعرف أن هناك كهرباء في الدنيا تأتي 24 ساعة، لا يعرف ذلك. بالنسبة له أنه هو ولد في الظلام وكبر مع هذه مع فتات الحياة. ونحن في غزة لا نتحدث في الأونروا عن جودة حياة، نحن نتحدث عن حياة، نحن نحاول
إبقاء هؤلاء الناس أحياء. يعني هذا خيط ثمين. أنا بشكر حضرتك على ذكر الحقيقة، وكان معنا على شاشة الغد المتحدث باسم شركة الكهرباء، وحدثنا عن شح الإمكانيات وشح الوقود وشح الطاقة، بالتالي نتلمس بعض المناطق هي أصلا في ظلام سواء في الصباح أو حتى في ساعات الليل. أنا بشكر حضرتك جزيلا السيد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا، شرفتنا على شاشة الغد، شكرا جزيلا.